بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث الرابع من الباب رقم 16، كان ها الباب رقم 15، باب حدوث الأسماء. الحديث رقم 4، محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الذي ينقل عليه عنه الكليني شيخه، وأنه إذا نقل عن النيسابوري فهو الثقة، زين. أما محمد الذي بعده، محمد بن إسماعيل اللي بعده، يكون مشترك مضافا إلى قال عن بعض أصحابه، فيوجد قطع وإرسال رجال من هذا بعض الأصحاب ما ندري، فيبتلى الحديث بالضعف لأجل ذلك، هم جهة اشتراك فيه هم جهة إرسال فيه. عن بكر بن صالح، عن علي بن صالح، عن الحسن بن محمد بن خالد بن يزيد، عن عبد الأعلى المعروف بمولى آل سام من الثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسم الله غيره. شو اسمك؟ مالك. مالك له وجود لفظي وله وجود كتبي وله وجود ذهني، غير ذني إلى وجود حقيقي غير ذني. هذه الثلاثة تدل على ذلك، فالاسم في عالم الكتابة، في عالم اللفظ غير المسمى، الاسم غير المسمى. لما تقول الله، هذا قولك الله، هذا مخلوق لك انت دا تولده، ولا انت دا تقوله مخلوق لك. أما ما يدل عليه الله الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال، ذاك يسموه المسمى. الله اسم والحقيقة مسمى، فالاسم نفس المسمى؟ لا. لاحظت؟ من هذا المنطلق يكون الاسم غير المسمى. كلمة كتاب، كتاب تدل على هذا، لكن كلمة كتاب يعني هذا؟ لا، هذا من عالم اللفظ، هذا من عالم الوجود الخارجي. فالاسم غير المسمى. التفتوا إلى هذا المعنى زين؟ يقول: اسم الله غيره، دير بالك، وكل شيء وقع عليه اسم فهو مخلوق، ما خلا الله هو الخالق. فأما ما عبرته الألسن، الألفاظ، الوجودات اللفظية، الألفاظ، أو عملت الأيدي، يتكتب الوجودات الكتبية، فهو مخلوق، انت دا تسوي هذا. والله غاية من غاياته، غاية يعني نهاية، يعني ما يدل عليه هذا اللفظ، هذا اللفظ ينتهي إلى معنى. انت لما تجيب الاسم إلك غاية، غايتك شنو؟
يدل على ماذا؟ على المسمى. فالمسمى وهو الله الغاية مالتك أن تصل إليه، عرفت زين؟ والمغيا غير الغاية، والغاية موصوفة، وكل موصوف مصنوع، وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى، ما إلى وصف. نحن شلون نصفها؟ ليس له وصف محدود. الوصف اللي يحده وأركان بي وشرائط بي ما إله. فلذا حينما تقول الله أكبر شو تقول؟ أكبر من أن يوصف، يعني أي واحد. فلذا لما تشوف نهج البلاغة الشريف في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لما يبين أنه فمن وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده، لشهادة أن الصفة غير الموصوف. هذه الصفات المنفية على ألسن الذوات الطاهرة، من يقول ما إلى وصف، ما إلى وصف، شنو الغرض منه؟ ما إلى وصف شنو؟ ما إلى وصف اللي يحاد، ليس له وصف إلا ما وصف نفسه. يعني إحنا ما نقدر نعرف حقيقة الصفات، حقيقة الصفات إحنا ما نصل إليها، لاحظتوا؟ فإذا ننفي عنا الصفات، مو أنه ما إلى صفات، ما إلى صفات محدودة، يعني صفاته غير محدودة، ألفاظنا محدودة، ما تصلح أن تكون صفة حقيقية له. نحن فكرنا محدود، فكرنا ما يصلح أن يكون صفات له. كتاباتنا محدودة، ما تصلح أن تكون صفات له. لاحظتوا؟ فإذن الصفات التي وصف بها نفسه هي تلك صفاته. أما إحنا نقدر نصف؟ لا، إحنا ما نقدر نصف حقيقة الوصف. يقول وكل موصوف مصنوع، كل شيء اللي تصفه تقدر تحده تسيطر عليه. فالشيء اللي تقدر تسيطر عليه صانع لو مصنوع؟ مصنوع اللي تقدر تسيطر عليه. وصانع الأشياء غير موصوف، ما تقدر تصفه لأن ما إلى حدود. شيء الذي لا ليس له حدود، يعني الذهن ما يدركه. شيء اللي ما يدركه الذهن تقدر تصفه؟ أنت متى تصف الشيء؟ حينما تعرفه، حينما تحده. أما إذا ما تحده ما تقدر تصفه أنت. فكل ما تقول فيه دون وصفه، كل شيء اللي تقوله دون حقيقة وصفه. هاي نقطة ترتبط بالتوحيدها، ترتبط بالعبادة، تخرجك من حد الشرك. افتهمت زين؟ هاي مطالب دقيقة، افتهمها هنا حتى تنجلي الغبرة عن ذهنك. شي يقول؟ يقول وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى، اللي تقدر تسميه، لم يتكون فيعرف كينونته بصنع غيره. ماكو واحد يقدر يسيطر عليه حتى يقدر يصفه، ولم يتناهى إلى غاية إلا كانت غيره. كل غاية اللي تصل إليها هي غير الله، لأنك لا تصل إلى غاية الله لأنه غير محدود. كل شيء اللي يمكن أن تصل إليه، الغاية شيء اللي يوصل إلى الإنسان، اللي يمشي هو أو ذهنه إليه،
هاي سموه غاية، يعني لابد أن ينتهي. أنت تقول أنا سرت من البصرة إلى الكوفة، الكوفة انتهى. إلى لما قلت إلى يعني شنو؟ يعني انتهى، صار غاية. الغاية يعني شنو؟ يعني اللي ينتهي إليها الإنسان ببدنه أو بذهنه. وهل يمكن أن تنتهي إلى الله؟ إذا تنتهي يعني حد إله، هاي حد الكوفة، حد الكوفة وصلت له. شيء اللي يصل إليه أن يكون شنو؟ محدودا. أما إذا ما محدود، كل ما تمشي ما تصل إليه. فيمكن تصفه؟ ذهنك يسيطر عليه؟ لا. عرفت الدقة في هذا المسألة؟ لم يتناهى إلى غاية إلا كانت تلك الغاية غيره، لأن إذا صار حد غير الله لا يزل من فهم هذا الحكم أبدا. اللي يفهم هذا الحكم شي يصير؟ يوقع يوم يوقع، لا يزل من فهم هذا الحكم. الإمام ده يعطيك إياها عدلة صريحة صحيحة فصيحة مليحة، لا ينطيك إياها. لاحظت؟ إذن والحكم هو ماذا؟ من الاسم غيره. إذن أنت كل ما ذهنك ينتهي إلى شيء ذاك مخلوق، ينتهي إلى من يصير إلى يعني غاية يعني حد. فالله له حد يوم ما إلى حد؟ ليس له حد. إذا فرشي وصل ذهنك إلى حديته هذا غير الله عز وجل. فالله عز وجل حيث لا حد له ينتهي إليه الذهن؟ لا ينتهي إليه الذهن. يمكن تصفه؟ لا يمكن أن تصفه. هذاك عجز منا. لما نقول إلا ما وصف نفسه يعني عجز منا، يعني إحنا ما نصفه، هو يصف، هو غير محدود، هو يعرف يصف نفسه، أما إحنا ما نعرف نصفه. لا يزل من فهم هذا الحكم أبدا، وهو التوحيد الخالص يا أبا إسحاق، وهو التوحيد الخالص. هذا سافتهمت زين هذا المعنى؟ فرعوه، يكون عندك رعاية لهذا المعنى، ارعى هذا المعنى. فهم غيرك بي، أولا لا تفهم غيرك بي فتوقعه في الشرك قبل أن تفهمه جيدا. أهضم زين افتهم زين، بعد ما افتهمت زين فهم إلى غيرك زين. وهو التوحيد فرعوه وصدقوه وتفهموه بإذن الله. اللي الله يأذن لأذهانكم لأنفسكم الشريفة تستوعب هذا المعنى العميق المعنى الراقي زين. ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب، الله وراء الحجب، الله وراء الحجب، يعرف الله بحجاب أو بمثال فهو مشرك، لأن حجابه ومثاله وصورته غيره. الحجاب غير الله، الصورة غير الله، المثال غير الله، ما إله. وإنما هو واحد، فالله عز وجل شنو؟ متوحد. فإذا أكثرت من صفاته لا يتكثر حقيقة، ما يتكثر حقيقة، حقيقته واحدة، متوحد. هذا المتوحد، هذا عرفت المتوحد هسه؟ والله بلي. وين رحت؟ فكيف يوحده
من زعم أنه عرفه بغيره، اللي يزعم أنه عرف الله بغير الله، شلون موحد هذا؟ لأن إذا عرف غير الله هذا هو غير الله، كيف عرف الله؟ إذا عرف فرشي غير الله هذا غير الله، كيف عرفه بالله؟ ها؟ تارة تجيب واحد تقول هذا شبيه فلان، عرفت فلان بغيره، ليش؟ لأنه شبيه له. بعض أوقات واحد عايش في النور تريد تقول له ظلمة، تقول له ضد هذا، هذا إذا انطفى راح، فتعرفه بضده بشبيهه بالمثال، والله عز وجل غيره غيره لا يحكي عنه، غير الله غير الله ابعده لا يحكي عن الله، خلافا للأشياء الغيرية إنه يمكن أن تشبهنا، أما غير الله لا يشبه الله، ليس له شبيه، ليس له نظير، ليس له عديل، ليس له مثيل. فكيف شلون اللي زعم أنه عرف الله بغيره، شلون عرفت الله بغير الله؟ فأنت تعرف غير الله، حتى العلم يصير حجاب في الأحوال. حتى أنت عرفت من؟ عرفت العلم. إذا عرفت الله بغير الله عرفت من؟ غيره. عرفت غير الله، ما عرفت الله أنت، إذن كذب، أنت ما عرفت الله حقيقة. لاحظت؟ ذولاك اللي قرينا عنهم كان يدقون ويعتون، هاي مسالكها وأصالتها هذه الأحاديث، هاي الأحاديث أصالتها. هسه افتهمتوها زين؟ فكيف يوحده من زعم أنه عرفه بغيره، وإنما عرف الله من عرفه بالله مو بغيره، لأن الغير لا يدل عليه. من هنا تأتي تلك الكلمات، يا من دل على ذاته بذاته أيكون لغيرك من ظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك. الله أكبر، هاي الأشياء تريد تدل على الله، هي المظهرة لله. إحنا في ضلال، إحنا مشتبهين، إحنا في تيه وعمى. لاحظت؟ الخفاش المسكين ما يرى النور، لا لأنه لا يوجد نور، أكو نور لقصور فيه، هو ما يقدر يشوف النور، من يصير ظلم يقوم يطلع ويطير. زين، بعد هاي أكثر من هذا، ها؟ اي بالقوارير. فمن لم يعرفه به فليس يعرفه. إذا واحد ما استطاع أن يعرف الله بالله، ما عرف الله، ما عرف الله. فلذا أول دعاء السحر توحيد، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، غيرك منه، انت مولاي، انت دا تجرجر بي، انت ماخذ بيدي. انما يعرف غيره فليس يعرفه، انما يعرف غيره، اللي يعرف الله بغيره عرف غير الله، ما عرف الله.
ليس بين الخالق والمخلوق شيء. كل شيء اللي انت تعرفت عليه شنو؟ مخلوق، ولا ماكو صلة بين الخالق والمخلوق. والله خالق الأشياء لا من شيء حتى يمكن تعرفه بغيره، لا من شيء كان. والله يسمى بأسمائه، والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه والأسماء غيره. لا هو الأسماء ولا الأسم. الاسم شنو؟ قرأت في النحو الاسم ما دل، ما دل على معنى مستقل بذاته، ما دل على مسمى. الاسم يدل على ماذا؟ مسمى. السنة والعلامة، تعرف شنو يعني؟ شوية خلي في ذهنك. انت لما تريد زيد الخارجي الصيحة باسمه فلان، تقصد هذا اللافظ او تقصده؟ لفظ ليش جبته؟ ليش جبت اللفظ؟ للدلالة. يعني شنو للدلالة؟ حتى يفنى في غيره. اللفظ يفنى للوصول إليه. فالأسماء تفنى للوصول، يعني هي ما تؤخذ مستقلة. وإنت من تريد تعبد ما تعبد الاسم، إذا عبدت الاسم عبدت غير الله. زين، فأنت لمن تعبد؟ الذات اللي لها هذه الأسماء. الذات وحدها لا يمكن الوصول إليها ولو بنحو العماء، وإن النمى الذي يوصل إليها شنو؟ الأسماء. فالأسماء هي التي توصلنا. لاحظت هذا المعنى؟ زين، خلي أشوف أقدر أعطيكم نقطتين لو نقطة واحدة، لأن شوية هذا نقاط بين الشرك والتوحيد. أشوف ألحق أعطيكم إياها ولا الظاهر نكتفي لهنا، فيما بعد أبين لكم إياها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.